تما شفنا بان المراه ولات كتشارك في البرلمان، كتشارك في المجالس الجامعيه. بخصوص التجربه ديالي السياسيه، انا ما جيتش ولجت السياسه غير هكذا، لانه كنت قبل كنمارس العمل الجمعوي، واللي شجعني انني نولج العمل السياسي وبطبيعه المحيط اللي انا كبرت فيه في اول حاجه. ثاني حاجه انه الحزب اللي كنتمي ليه كيامن بالقدرات ديال المراه، وكيامن هو حزب الاطور، وكيامن بالافكار ديال النساء في المجال السياسي، لا محليا ولا وطنيا. يعني القيادات اللي عندنا الحزبيه هي اللي شجعتني اكثر انه نولج الميدان السياسي. بالنسبه للنقطه الثالثه، وهي انه كنشوف انا كنتمي لمدينه اكادير، ومدينه اكادير كي كشفتوها تدهورات كثير في هذه السنوات الاخيره. اذا راه حنا كناس ديال اكادير كيخصنا نهضوا بالمدينه، وباش نهضوا بالمدينه ضروري نولجوا للعمل السياسي باش يمكن لنا حتى حنا نشاركوا في التنميه ديالها. بالنسبه للبرنامج الانتخابي، حنا في الانتخابات اشتغلنا على اساس انه البرنامج ديال الجماعه غادي يكون كيمس بزاف ديال المجالات. وفي هذا الاطار اشتغلنا، عملنا لقاءات تواصليه مع النساء، وبالاخص اشتغلنا مع طبقات الهشه، لانه ما نساوش بانه في بعض الاحياء اللي هي الناس ديالها كيعتبروا انهم مهمشين ما كانوش كيصوتوا نهائيا، وتوصلنا انه بالعكس هناك بعض الاحياء اللي صوتوا 100%. علاش؟ لانهم ثقوا فينا، لانه الطريقه باش وصلنا لهم البرنامج كانت مقنعه، ولان احنا كان مشاركه النساء كانت كثيره. وما نساوش بانه المراه دائما كتكون قريبه من المراه وكتكون قريبه من المجتمع، وكيمكن لها تقنع هاد الناس. اذا احنا جبنا لهم واحد البرنامج اللي هو شامل، واللي كيقيس المجالات الميدانيه اللي حنا باقي عندنا خصص فيها. وحنا الحمد لله راه حنا غاديين في هذا الاتجاه، والمدينه راه بدات كتبان عليها البوادر ديال التنميه، وبدا كيبان البرنامج الجامعي اللي هو غادي ايضا في السياق ديال البرنامج الحكومي. وحنا راه حنا يلا عام ونص هذه باش بدينا في التدبير، وان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه السنوات القادمه غادي يكون خير ان شاء الله. بدايه البارس نمير غا مدند لي غران غمس نو المقارات لي غباري السوسم لي غفانيه تاعي الفرصه انه نسول في المشاركه السياسيه مانيكش نكشم السياسه السوسمي بارا تسول فمس تجربانو اللي كان تجربه وردني اختشقه وردني اخترخه بحكم تربي غير الفضاء ولا العمل الجمعوي من مزينو. لذلك وفي غنا قايونو انه الحمد لله صدر اديني افتي درجه درجه الحمد لله. نتمنى السوسم ميد نواورير اللي تمثال حيت ميد نواورير غير لقيتي كان الثقه انه ان شاء الله ورث نخيب. لذلك ارتحاول غما امكن ان كاختو كاسينو دوكر نخدم في المشاريع، نخدم في الامور اللي قال مصلحه المنطقه بقياده السيد الرئيس الحسن المراش اللي كان يعني الدعم ديال التشجيع انه ان زيت لقدامي، خصوصا يتمغرت راه غير كاين تشجيع مقور نباهره دار نختمتي ليا النساء غمس الجماعه. الحمد لله ورانيني تكوت ورانيني تدرس سبعه العضوات، يعني خمسه غمس الاغلبيه سناد غمس المعارضه تنتنت كانت توكاس سنتات فين توكار المنطقه نسنت ورد التوغ تشجيع نيني تقمي تشجيع الوالدين نو بالخصوص تشجيع نور كازينو يعني اللي بدا اللي بدا تمانو انسان دي بدا انه انا خصو كازينو دا دور خيب ضن نمد الدائره اللي ديول او الجماعه كله. لذلك ان شاء الله اتمنى الامور تفتو انت بخير. انه في اطار صندوق تشجيع التمثيليه النسائيه الممول من طرف وزاره الداخليه، وبحكم ان المنتدى يعني استفد من هذا البرنامج خلال هذه السنه، وهو الذي يطمح انه تنزيل المقاربه النوع فيما يتعلق ب يعني تدبير الشان المحلي من طرف النساء. نعرفوا بان المغرب عرف واحد الطفره نوعيه من خلال المشاركه النسائيه اللي كانت في سنوات سابقه يعني كتراوح ما بين 3% الى 15%، ولكن نظرا للتغييرات والقوانين الدستوريه والقوانين الانتخابيه اللي كاينه حاليا في المغرب، فهاد النسبه تتراوح الان ما يفوق 45 الى 50% في بعض الحالات على مستوى الجماعات الترابيه، سواء الجهات ولا العمالات ولا الاقاليم ولا الجماعات الترابيه. وكنعرفوا بانه المقاربه ديال النوع كتعتبر من بين الاهداف الاساسيه لتقريب الاداره من المواطن
المواطنين، وكنعرفوا بانه حاليا الاحصائيات اللي كاينه حاليا كنعرفوا بانه 60% من النساء فهن ممثلات على مستوى المكاتب المسيره للمجالس الجماعات الترابيه وكذا الجهويه، وكذلك على مستوى اللجان المساعده، وكذلك على مستوى يعني القطاعات التدبير، بعض القطاعات ذات العلاقه بتدبير الشؤون ديال المراه ولا الثقافه ولا الرياضه الى غيرها من النشاطات الاخرى. حنا بالنسبه للمنتدى كفاءات كنعملوا واحد البرنامج اللي هو سنوي غادي نعملوه يتخلله مناظرات، وتتخلله كذلك ايام تحسيسيه على مستوى يعني الخرجات، على مستوى بعض الجماعات اللي هي مستهدفه من خلال هذا البرنامج هذا. وفي الاخير كنشكروا الناس اللي ساعدونا من خلال الممثلين ديال الوزاره ديال الداخليه على مستوى ولايه جهه سوس ماسة، وكذلك جميع يعني من ساهم من قريب ومن بعيد، وكذلك الاعلام اللي كيلعب واحد الدور مهم في تنزيل هذه المقاربه. وشكرا. نشوف الحاجيات ديالهم، حيت المراه هي اللي غادي تفهم المراه، واخا الراجل يكون في السياسه راه تيقوم بالواجب ديالو كرئيس هذا، ولكن المراه هي اللي غادي تفهم.